مع النادي الاهلي، ولكن بعيدا عن اجواء بقى النهائي الافريقي وتواصل ونجاحات في مختلف الالعاب، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اعلن عن تجديد عقد الاسباني فرناندو مونزو المدير الفني للفريق الاول لكره الطائره رجال. طبعا حقق العلامه الكامله، هو جددوا له خلاص 3 مواسم، وواضح طبعا ان العوضي بيشتغل بشكل مميز جدا، وهو كمان اوضح انه تم تجديد عقد فرناندو مونزو لمده 3 مواسم تبدا من الموسم الحالي 2024 2025، وذلك في ضوء النجاحات اللي حققها بعد فوزه مع الفريق طبعا زي ما قلت لحضراتكم بالرباعيه الكامله، الدوري كاس مصر والسوبر المصري وبطوله افريقيا والتاهل كمان لمونديال الانديه. واشار العوضي الى ان هذه الخطوه تاتي في اطار توجيهات مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لتوفير الاستقرار والاجواء اللازمه لاستمرار مسيره البطولات من خلال توفير عقود طويله مع المدربين الذي حققوا نجاحات كبيره داخل النادي الاهلي. طبعا المدرب ده جاي خلفا لمدرب مصري حقق نجاحات كتير جدا كابتن ميدو صلحي، وهو كمان حقق نجاح كبير قوي بعد موسمين دروب كده، رجع خد كل البطولات اللي شارك فيها، وده نتاج نجاح منظومه النادي الاهلي كله بيحقق نجاح، اللي مشي حقق نجاح واللي جاي حقق نجاح واللي هيجي بعده حقق نجاح، دي سياسه النادي مش سياسه المدرب. ولكن هذا المدرب الحقيقه اثبت ان هو مميز جدا، اضاف الحقيقه للفريق، استغل الفريق بشكل مميز جدا والنجوم اللي فيه بشكل مميز جدا، وقدر ان هو يحقق العلامه كامله وتاهل لبطوله العالم، وده كان الشيء المهم والاهم الحقيقه لينا في النادي الاهلي. تعالوا بقى نروح لفريق شباب النادي الاهلي 20 سنه لكره السله بالنادي الاهلي اللي حقق الفوز على نظيره الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين امس ضمن مباريات الدور النهائي من بطوله الجمهوريه. اقيمت المباراه على صاله الشباب والرياضه بمدينه 6 اكتوبر وشهدت اداء قوي جدا من جانب الفريقين الحقيقه، قبل ما ينجح شباب النادي الاهلي في حسم اللقاء لصالحهم بنتيجه 63-51، واشاد الجهاد الفني للفريق بما قدمه اللاعبين من مردود مميز في المباراه والاصرار على الفوز، وكان الالتزام بالتكتيكس بتاع المباراة وده ساهم في تحقيق الفوز المستحق. الحقيقة دايما الفرق الصغيرة في الباسكت ليها أهمية خاصة، لحد فريق المرتبط كده الفرق دي كلها بتضيف للفريق الأول، ده مش فريق المرتبط لكن الدوري المرتبط اللي بيتعمل قبل ما الموسم يبدأ ده بيتم التجهيز ليه من خلال دورات الجمهورية، فبالتالي في دايما في فريق ال 20 سنه تلاقي فريق لاعب من ال 16 سنه، احنا عارفين الباسكت المهم فيه الاطوال والكلام ده، فبيتم تجهيز اللاعبين، فمباراه الزمالك والنهائيات والمباريات الكبيره دي بتبقى بتضيف للعيبه دي عشان لما يتم استخدامهم بعد كده في دوريات المرتبط. ومن السله للكره الطايره، سيف عابد لاعب الفريق الاول للكره الطايره رجال بالنادي الاهلي خضع لعمليه جراحيه لكي الورم في قصبه الساق، وتعرض سيف للإصابة دي بعد التتويج بالسوبر المصري أمام الزمالك في فبراير الماضي، ولكنه استقر على تأجيل العملية إلى نهاية الموسم عشان يساهم في التتويج بالرباعية مع الفريق. طبعا يشكر على أنه هو تحامل على نفسه، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تنفيذ برنامج التأهيل خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل. وكان رجال الطائرة للأهلي قد فازوا برباعية كأس السوبر المصري ولقب الدوري وبطولة أفريقيا والتأهل لبطولة العالم للأندية وكأس مصر طبعا، وبنقول له ألف سلامة للنجم سيف عابد، وإن شاء الله ترجع أقوى من الأول وتساهم في بطولات كثيرة مع الأهلي.